بدك تي يي اوه هاي حلوين. بالفيديو اليوم رح نعمل تحدي حمام التلج. كتير عبالي اعمل هذا التحدي من زمان، كلنا شفني على السوشيال ميديا بس نعبي البانيو او الحمام عنا بالبيت، او رح تشوفوا نحن شو حنعبي شو اخترعنا ونحط فيها تلج ونشوف قديه فينا نضاين جواتها. صراحة هو هذا التحدي أكتر كرمال الصحة العقلية والصحة النفسية تبعنا، لأنه بس يفوت جسمنا بشاك من ورا قديم تلج المي بصير بدنا نتنفس بطريقة معينة وبخلينا هيك نصير مفوكسين، عنا فوكس أو تركيز على شيء معين واحد، خصوصا نحن هلأ بالسوشيال ميديا كل شيء كتير سريع، ما فينا نركز على شيء، شوي الفريم قريبة شوي الفريم بعيدة، كله بق 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 وين ما كان. كتير بحاجة انه نركز، كتير عبالي اني اعمل هذا التحدي. خلينا نبلش. قبل ما نبلش شو بدكم تعملوا؟ لايك للفيديو. شوفوا شو جبت كرمال نعمل حمام التلج. هيدا بول للولاد بس صراحة كبير، بدنا ننفخه بالهواء هلا انا وياكم كرمال نقدر نعبيه مي ونرجع نحط تلج فوقه وارجع انا فوت بالتلجات. اوكي تنشوف مش عم بيطلع. شو هيدا؟ لا بس انا سمعت طقه. يا شو وجعني، او ماي جاد شو وجعني ضفري. يا فيك بليز تشيلو. شوف تغير اللون تحته. اوكي تقدروا تشوفوا قد ايه كبير. شو هيدا؟ جايبه منفخ كرمال تكون العمليه شوي اهين. لا ليه عم بزيح؟ لو هلا شو بعمل؟ اوكي عبيناها هوا وهلا كيف توقف؟ بركي بنجرب نعبيها مي. معقول بس المي رح توقفها؟ بدها كتير وقت. بدها كتير يي. Let's go. زوبي خليك جوا، رايحين نجيب تلج. اوه لك البرونزاج. كم كيس تلج بدنا اقولكم؟ نحن عم نفكر نجيب 10 اكياس. 10. خلينا نشوف. يا اوه اولك فيه ايس. شوفوا جايز. اوه ما فيه. يا الله جايز جبنا بعد كيس زيادة على هول الأربعة، لازم يكونوا مناح. ايه ليكو شو كبار، كلها تلج. لا لازم تكون منيحة. ما عطى شي بعد بوبو. بدنا بعد أولك. هول كيسين بلشت تتسقع شوي. خليني اجرب شوف قديش مسقعة. ما كنت متوقعة. لا متلجة متلجة. يلا بوبو اتس ذا تشالنج.
دفع عفا يا بيه. كيف انزل بنزل يلا يلا غطسي راسي. برين فريز نفسي. يلا نزل يلا 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 تنفس تنفس. شو مسقعة؟ ايه معي. اوه it doesn't get easier. ايه نشتكي من برا. لكن لا خلص انا هيك جسمي اتعود صار نوم. بطلت حاسس بشي بجسمي. عقدت رقبتك كثير. هلا ترجع. انتبه التليفون مسقعه. ايه عقدت يلا حانزل. ايه يا راسي. لا حاولت ازرعيكي ولا خلص. هلا it's more like it's nice. عرفت من انه صعبة. انه كتير بده تلج كتير متعب. بس it's nice صراحة. هي بالعادة بيكون bucket يعني. طيب ما بيكون guys بول. بدكن نجيب bucket مش بول. bucket يعني بتبقى اسقع من هيك عشر مرات. هلأ هيدي كانت سوبر مسقعة. بعتقد انه the first impression كانت كتير مسقعة. هديك بنحط فيها مي وبنعبيها تلج وبتقعد كانك بتلجيت. واو يعني هيدا فيديو تحضيري للفيديو الجاي. خلص توقعوا فيديو جايبين البوكت الخاصة بالايس باث. اوكي جايز اعملوا لايك للفيديو واشتركوا بالقناة بس تتعرفوا امتى رح ينزل الفيديو لانه رح نعمل ايس بوكت. خلاص خلاص